مرحبا بكم أعزائي في حكاية جديدة بعنوان كجمولة في المدينة. أكملت كجمولة دراستها في مدرسة القرية وقررت أن تتابعها في المدينة. قال لها والدها ناصحا: المدينة يا كجمولة ليست كالقرية، المدينة فيها شوارع وسيارات ومنازل وعمارات وحدائق ومنتزهات ومعامل ومستشفيات وأسواق عصرية ومطاعم وملاعب. استمتعي بالحياة هناك، ولكن في أوقات الفراغ فقط. قالت الأم لزوجها: وأين ستسكن ابنتنا يا محمد؟ أجاب الأب: والله لا أدري، ربما في دار الطالبة. أجابته زوجته: لما لا تسكن مع عمتها إطو؟ صاح الأب: فكرة رائعة. استقرت كجمولة عند عمتها إطو، وصار لها في المدرسة أصدقاء جدد ترافقهم إلى المدرسة في الحافلة، ويلتقون في بيت عمتها أو في بيت أحدهم ليراجعوا دروسهم. صارت كجمولة محبوبة لدى الجميع بفضل خلقها الرفيع واجتهادها في الدراسة وإتقانها التمثيل والرياضة. لم تنسى كجمولة أصدقائها من أهل البادية، كانت تهاتفهم وتطلب منهم الاجتهاد وعدم نسيان قريتهم. Thank you.
أكملت كجمولة دراستها في مدرسة القرية، وقررت أن تتابعها في المدينة. قال لها والدها ناصحا: المدينة يا كجمولة ليست كالقرية، المدينة فيها شوارع وسيارات ومنازل وعمارات وحدائق ومنتزهات ومعامل ومستشفيات وأسواق عصرية ومطاعم وملاعب. استمتعي بالحياة هناك، ولكن في أوقات الفراغ فقط. قالت الأم لزوجها: وأين ستسكن ابنتنا يا محمد؟ أجاب الأب: والله لا أدري، ربما في دار الطالبة. أجابته زوجته: لما لا تسكن مع عمتها إطو؟ صاح الأب: فكرة رائعة. استقرت كجمولة عند عمتها إطو، وصار لها في المدرسة أصدقاء جدد ترافقهم إلى المدرسة في الحافلة، ويلتقون في بيت عمتها أو في بيت أحدهم ليراجعوا دروسهم. صارت كجمولة محبوبة لدى الجميع بفضل خلقها الرفيع واجتهادها في الدراسة وإتقانها التمثيل والرياضة. لم تنسى كجمولة أصدقائها من أهل البادية، كانت تهاتفهم وتطلب منهم الاجتهاد وعدم نسيان قريتهم